لكن لكن نعم لكن سيد الكعبي هذا فيما يتعلق بالتهديدات للأمريكان، وإن كانت هناك بعض الضربات المحدودة جدا والتي لا تؤثر على بعض القواعد الأمريكية هنا أو هناك بعد ضربة سليماني، لكن فيما يتعلق بالتهديدات المباشرة والتحذيرات لأوكرانيا، والحقيقة بالنظر إلى انخراط إيران بشكل مباشر في إرسال أو في دعم روسيا بمسيراتها التي تقصف أوكرانيا، ألا يعد هذا التهديد تهديدا يمكن أن تنفذه إيران؟ هي نفذته أساسا قبل أن تطلق هذا التهديد، فهي أرسلت حتى الآن يعني حسب التصريحات والتقارير الواردة 400 طائرة بدون طيار أو المسيرات يعني إلى روسيا، وشاركت في الحرب على حد قول أوكرانيا، فقالت أنه أسقطنا المئات من هذه الطائرات، وتأكدت من هويتها وصنعها بأنها إيرانية الصنع، كما يعني هناك يعني حديث جدي عن وجود يعني صواريخ أيضا يعني إيران تزود روسيا. يعني صحيح أن روسيا هي تمتلك تقريبا أكبر ترسانة عسكرية في العالم وقد لا تحتاج إلى الصواريخ الإيرانية، ولكن كل ما في الأمر هو كون هذه الصواريخ والمسيرات الإيرانية هي أقل كلفة من حيث السعر، فهنا يكمن الفرق وهنا تكمن الحاجة الروسية إلى هذه المسيرات كونها لا تكلف كثيرا، فكلفتها المادية قليلة جدا الطائرات الإيرانية طائرات المسيرات، ولكن يعني لا تستطيع أن تفعل أكثر من ما فعلته، فما الذي يمكن أن تفعله؟ فأوكرانيا ليست مجاورة أولا لإيران من ناحية، من ناحية أخرى يعني أن ترفع مثلا سقف يعني التصنيع وتزويد أوكرانيا، فنلاحظ بأن هناك المزيد من العقوبات سواء الأوروبية الأسترالية الأمريكية الدولية فرضت، وكل هذه العقوبات خاصة الأمريكية وزارة التجارة الأمريكية فشملت يعني أربعة مؤسسات يعني أو أربعة عفوا سبعة كيانات أو سبعة مؤسسات، فكل هذه الكيانات تشمل أو تستهدف بشكل مباشر يعني مقرات ومراكز صناعة الطيران والمسيرات سواء المحركات أو الدراسات والتحقيقات والأبحاث مثل فارس وغيرها، أو أنه مثلا الحزمة العقوبات التي أطلقتها أوروبا وأستراليا التي أطلقت حزمة عقوبات تستهدف يعني أيضا عدد من الشخصيات والمسؤولين الرئيس مثلا قائد الجيش والقائد القوات البرية التابع للجيش وعدد من قادة الحرس الثوري والباسيج وكذلك حتى المحافظين يعني في بعض الولايات والمحافظات والأقاليم مثل أقليم بلوشستان المحتل، أو كذلك يعني حتى رئيس أو قائد سجن رجائي شاهر في مدينة كرج سيء السمعة والصيت، فكل هذه العقوبات لو طبقت بشكل جدي وفعلي فهي تقل بنسبة عالية من قدرة إيران على إنتاج المزيد من صناعة الطيران المسيرة التي يعني كثيرا ما صدعت رؤوسنا بها، فتارة ترسلها إلى روسيا لتضرب بها يعني بها أوكرانيا، وتارة ترسلها إلى الحوثيين، وحتى هناك حديث عن إرسالها إلى يعني الصحراء المغربية وجماعة البوليساريو لزعزعت أمن واستقرار المنطقة وتهديد المعابر والممرات المائية الدولية، فالحرب هي يعني تشن يعني اليوم يعني تستهدف بشكل أساسي الممرات الاستراتيجية في العالم سواء كانت مائية أو جوية أو برية، فإيران حقيقة تتعرض إلى اختناق فعلي، والدليل على ذلك هو روبرت مالي يعني المنسق الأمريكي أو المندوب الأمريكي المكلف الخاص بالشؤون الإيرانية قال لم يسبق يعني أبدا يعني مرحلة لم نشاهد كالتنسيق أو الاتحاد في الرأي أو الوحدة في الرأي فيما بين أمريكا وحلفائها اليوم أو حلفائها اليوم، ويقصد بطبيعة الحال أوروبا وحلفائها الآخرين ككندا وأستراليا.